بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على حبيب صلى الله عليه وسلم. العشر الأوائل تاع ذي الحجة يسألني كثير من الناس حينما ذكر النبي أن العمل الصالح في هذه الأيام أحب إلى الله من الجهاد في سبيل الله، فيسألني ما هي هذه الأعمال التي ينبغي أن نتقرب بها في هذه الأيام فنتنافس في الخيرات. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. يلا أخو يقولوا لي اسمي الأعمال المزيانة في الأيامات، نبدأ من الأول إن شاء الله تعالى. يلا اسمي العمل المزيان في هالأيامات إن شاء الله تعالى. يلا واسمه إياه؟ الصلاة في وقتها إن شاء الله تعالى. شوفوا زيدوا الصلاة الصيام ما اسمه؟ شوفوا يا أحبابي، منين نبغي نقولوا أحسن الأعمال إلى الله؟ حتى ذيك أحسن الأعمال إلى الله ما نقولوا إيش من ديتنا الرأسنا. أحسن الأعمال إلى الله كما هو عند الله ورسوله، فهمتوا ولا فهمتوش؟ ولذلك أفضل الأعمال عند الله تعالى واسمه إياه؟ أفضل الأعمال عند الله تبارك وتعالى. التهليل والتكبير. وهذا التهليل والتكبير واسمه هو هذا التهليل والتكبير، هو فريضة ونافلة فقط. ولذلك ينبغي دائما أن نبدأ كيقول لك وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فينبغي أن تهتم في هذه الأيام أول ما تهتم بأحب الأعمال إلى الله وهي الفرائض، لأن الله لا يقبل النوافل حتى تؤدى الفرائض. ما يمكن شيء نعم سيدي تدي الربح ورأس مالك ضايع، إلى ضيعت رأس مالك أش من الربح اللي تدي؟ أوجه النهار تاع العيد ويكبر وكذا وكذا والصلاة فوقتها ما يصليهاش. ربي ربي، من ضيع صلاة حتى خرج وقتها فقد جاء بكبيرة من الكبائر. وربي يا ربي 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 يا ربي. وإذا كان يقول له واغش سمعوني مزيان، أفضل هذه الأعمال اللي هي الفرائض، أش من الفريضة الأولى؟ الأولى قاع الأولى أحبابي، الأولى حبيبي دايما كان يقول لهم شوفوا الله يرحمه لي. قبل أن تبدأ الفريضة هنالك فريضة لا تؤدى الفريضة الأخرى إلا بها، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو واجب ينبغي أن تبدأ به. واسمه هو أيوة. قبل ما إن شاء الله تعالى تصليح تتعلم إن شاء الله الصلاة، فعليك أولا أن تعبد الله على بصيرة وبعلم، وأن أول علم هو تعرف ربي وأعلم أنه لا إله إلا الله. تعرف ربي وتقرب منه، لأن من تبقى تكبر في ذاك النهار وانت عارف ربي تقول وما معنى الله أكبر، راك تقولها وانت عارف المعنى نتاعها. كان سيادي منين يمشي عند البيت ويقول لبيك اللهم يبك يدخل في الغيبوبة؟ علي بن الحسين قال لبيك فأدخل في غيبوبة، فلما أفاق قالوا له لما أصابتك الغيبوبة؟ قال أتدرون ما قلت لله؟ أعطيته وعدا على أن لا أعصيه وأني قد لبيته لكي أطيعه، وهذا عقد بيني وبينه وميثاق، وأنا غدا غادي نعصيه. بشر لي الكذب هنا عند بيت الله. العلم 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 اللي جوا مع خوات كيما راه يقول للسيد اللي مشى لفرنسا، قال لك ما فتحت لنا الأبواب والفرص للعلم حتى خرجنا من وجدة وذهبنا إلى فرنسا، فوجدنا من يقرئنا الأجرومية والنحو والعلوم الشرعية والأصول والقرآن، فأصبحت الآفاق مفتوحة بالنسبة للمهاجر هناك يتعلم دينه بل وينافس الآخر. هنا الله يحفظ يستر كل شيء بالله، لا دروس لا علم لا والو، الدعوة راقدة ميتة. ايه وراك تشوفها ورا يقولها السيد هاو عاود لها كاين ولا ما كاين؟ ربي 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 يا وزارة الأوقاف غادي تجيب دروس. علاش ما علاش ما كاينش دروس؟ علاش ما كاينش دروس؟ مشكلة العلم هو الأول، وإذا كان أول ما أنزل اقرأ واقرأ هو الأول. تعلم يا صاحبي كي دير تصلي، إلا تصلي وما تعرفش كي دير تصلي تكون بحال ذاك اللي الجمل اللي حرثو دكو. قالك الشيطان كان غادي واحد أمر واحد غادي للجامع كي يخلط الباب ولا اللور، قال له الشيطان ولده قال له علاش خليته يدخل معاه باش قال له واش راك تشوف ذاك السيد اللي ناعس ولا خايف ندخل مور هذا الجاهل نفلس له الصلاه او ينوض ذاك العالم وعلمه؟ خال لا لا ما نمشيش باش يبقى العالم راقد، خال لا لا يعبد وهو جاهل، راه غير يخرج من تما ندير له غير شي لعبه ونطيح له كل شيء. صافي صافي هذه الاولى. الثانيه العمل الثاني، العمل الثاني العمل الثاني بعد العلم، العمل الثاني زيد
العام الثالث هو أن تجعل كل الأعمال لوجه الله. الإخلاص. والعلماء دائما كيعلمونا يقولوا لنا العمل كيما داير ماكوش مقبول، سمعوا له والواغش مزيان، الله يرحم والديكم، تعلموا هذا الشيء، الله يرحم والديكم، الا ما راكوش تفهموا قولوا لي. سيادنا العلماء قالوا لنا اي عمل ما يكون مقبول الا بزوج تاع الشروط. الشرط الاول ان يكون على طريق رسول الله، يكون العلم، والشرط الثاني ان يكون لوجه الله. ولذلك يقولون في قوله تعالى ليبلوكم احسن عملا، سئل الفضيل بن عياض ما احسن العمل، قال اخلصه واصوبه. قال الله في كتابه الكريم من أواخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذا العلم. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أن يكون لله ولا يشرك به في العمل. الله، خصك داك الشيء ديرو لله. إلا تصدقت لله ولا صدقت شي كبش هالليامات المسكين لله، باش تبقى تقول والله لا راني شريت الكبش الآخر، الناس بدوك اللي تاع مساكين ما عندهمش، والله لو كان ما درتهم لو كان مساكين مشاع وباطل. والله لو كان بيان هذا الجامع نتاع مكة ما يتبنى، تعرف انا كنت نوض بكري ونمشي نحاك ونجيب كذا ونجيب الربلة. هذاك الشيء اللي عند الواغش. سيد ربي يقول لك لو عملت لي لوجدت ذلك عندي، انا اغنى الشركاء عن الشرك، فاذا اشركت في عمل معي شركت في الاجر معي، فانت وعملك لمن اشركت به. روح عنده هو يخلصك. ولذلك المرأة ينادي يوم القيامة: يا غادر يا كافر يا خاسر. يا غادر يا كافر يا خاسر، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء ممطورا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ناس يوم القيامة يصيبوا الحسنات كأمثال جبال تهامة، ومنين وصلوا تما يحولها الله إلى هباء منثور. قالوا شكون يا رسول الله؟ قال ما إنا يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويأخذون من الليل كما تأخذون، حتى ما يقوموا الليل، ولكنهم إذا خلوا بربهم أش وقع لهم؟ إذا خلوا بربهم أش وقع لهم؟ بارزوه بالمعاصي. من يشوفهم الناس رام يخدموا رام يديروا الخير، هو يبقى بوحده يقول لك ما شافني حد خليني، لأن المرأي يجتهد منين يكون مع الناس، وكيكون بوحده ما يجتهدش، ويجتهد من الناس يمدحوه يقولوا الله الحاج باز، ويزيد ها ستيدر باز الحاج، هامية باز الحاج، ها 150. إلا جا واحد ربجو قال له الحاج 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 ولا شوية اللور، أنا مديته لله أرادك 150. ما مداش لله، مدى غير المدح، ما حد يمدحوه راه يمد. ها المسألة الأولى والثانية العلم والإخلاص، والثالثة الألفرة الثالثة بسرعة دائما كنقولها بسرعة، الثالثة واسمو هي؟ أزيد أزيدي. الصلاة لوقتها أعظم الأعمال عند الله بعد العلم زيد والإخلاص. أيوة زيد، هي الصلاة. الصلاة 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 الحباب الصلاة الصلاة الأبركات. والصلاة فين؟ لوقتها. وفين؟ في المسجد. وزيد بخشوع. يا ربي، فيتنافس الناس ويتفاوتون حسب تأديتها بشروطها في وقتها بخشوعها. هذا كلام كبير في الصلاة ما نزلش. الثالث واسمه هو بعد الصلاة واسمه هو العلم واحد، الإخلاص زوج، الصلاة لوقتها ثلاثة، والرابعة زيد بور الصلاة واسمه هي فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه زيد أبر الوالدين. مور الصلاة نشكر لي بالصلاة ولوالديك بالدعاء لهما في الصلاة. ومن أطاع الله بالصلاة وعصي الوالدين لا يقبل الله طاعته له، لأن الله قرن العبادتين معا بوا و وبالوالدين، كأنه يريد أن تقوم بهما معا لا تفصل بينهما، فإن فصلت بينهما لا ينظر الله إلى الذي قدمته بعد أن فصلت الآخر. رضا الله برضا الوالدين، سخطوا بسخط الوالد. انت كتصلي وتخلص العمل تاع سيدي ربي، وانت الوالد نتاعك كاع ما تشوفوش الوالده عام ما شتوش، ماشي عاد زعفت عليه من العام للعام، ضرب له التليفون في عيد الام، مامون بيزو مامون بيزو. عندهم نهار واحد في العام اسمه اليوم العالمي للام، عيد الام. واش الموين اللي رفدتك 9 شهور وكذا وكذا، هذه الوالدين. والرابعة واسمه هي صلة الرحم، فقاطع الرحم فهالليامات لا يدخل الجنة، وقاطع الرحم لا يرفع الله له زين
صرفا ولا عدل. النهار الاثنين والخميس يرفع الله الاعمال لكل واحد فيغفر لكل واحد الا لاخوين متشاحنين او قاطع رحم يقول انظروهما حتى يسأرضوا لهم الاعمال عليهم ردوا ما ترفعوا لهم لا صلاه ولا صيام. ثلاثه لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم رجل اما قوما وهم له كارهون واخوان بات متصاربين خوتهم الدقن متشاحنين وامراه باتت وزوجها عليها ساخط. كبري في ذيك النهارات ولا ما تكبريش الذبح لكمش ولا ما تذبحيش ما يقبل منك حتى الصلاة في العادة تكبير وانتم ما متقاطعين هذا متقاطع مع الجار وهذا مع عمه هذا ما خاله هذا ما نسيبه مسكين أيضا الله يصلي وما عارف بالله ربي ما يرفع لهش الصلاة يا خسارته يا خسارته. لذلك العلم مهم العلم مهم مهم ما يبقاش ليس يبغي يدرس لأنه يبقى يصلي ويذكر ربي وحسب له راه مزيان هو مدق مع عمه قال لك عمي ماشي مليح روح عنده منين ماشي مليح الى مليح قال ما تمشيش عنده واش قاعد عندك. قال لك النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها لقطع يمشي. فهمتوا لا واش فهمتوا هذه السلطه الخامسه اسمه ايه الانسان دائما يحضر وعاودك الراجل مع مرته والمراه مع مرته خيركم لاهله والمرأة عودك تعطها الزوجة مع الوليدات. والسادسة الجار ما زال جبريل يوصيني على الجار حتى جارك يا حبيبي ترميلو انت في هذه العشر ايام ترميلو الزبل حذ الدار ترميلو الكواس حذ الدار تبولو عند الحيط وتجي الله يحفظه يشتر وتجيب الماكلة وهو ما عندوش نعمة سيدي الكبش وتدخل الكبش قداش وتبقى تشوي في الكبدة وولاده وتشواوك مع هذيك الكبدة وانت فرحان. ما آمن من بات شبعان وجاره إلى جواره جائع وهو يعلم به ويعجبك عاد يمشي يدير العمرة وجاره ما عندوش باش يشري الكنينة وراش قتلو غادي يمشي يخسر ما عندوش حال في النفيلة عمرة غير نفيلة وخوه الجار يموت هاش هذا إسلام هذا هذا قلب هذا هذا قلب هذا هذا قال لك تمشي تمتع بالعمره اخوك اللي انا عام سيدي تعذب ما ترفعش عليه العذاب فرضا رفع العذاب والجوع وهذه الفرائض والضروريات التي يحتاجها فرض عليك باش تنفق عليه وانت تمشي تنفق في حاجه اللي هي نافله والله لا يقبل النافله. جيران احباب الجيران والسبعه واسمه هي ايوا الجيران واسمه الرحمه بكل مسلم فمن أدخل في هذه الأيام السرور على مسلم فلن يجد بين يدي الله إذا لقي الله إلا الجنة. من أدخل السرور على اليتيم والمسكين والأرملة والفقير أدخل السرور فاليمات نتاع العيد عليهم عنده الجزاء يوم القيامة الجنة إيوة نفسه. والثامنة الأخيرة الثامنة واسمه إيه الثامنة واسمه إيه ترك المنكرات الكبائر ما تفلسش هاد الاوامر اللي درتهم باش بالكبائر الزنا الشرك الرياء لان الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب ديروا تحسوا الحسد مشى الكبر واخا دير قحاشي فمن كان في قلبه مثقال ذره من كبر دخل النار كدير قحا الخير وانت متكبر على الناس وتشوف فيهم من عالو وتزداريهم وتحتقرهم فالله لا ينظر اليك ولو صليت وصمت وتصدقت وربي عاودهم معايا الوغش هذو الفرد عاودهم معايا العلم زيد الإخلاص زيد الصلاة لوقتها زيد بر الوالدين زيد صلة الرحم زيد الزوج مع زوجته وأولاده الإحسان إليهم زيد الجار والإحسان إلى كل مؤمن وترك المنكرات هذه تسعة والعشرة نكملوا بها العشرة باش نديروا عشرة مخية والعشرة قولوا اللي بغى يزيد شي حاجة يزيدها اللي يبغى يزيد هذا يزيد يلا زيد انت واسمه بغيت تقول شي حاجه اخرى لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب سلامة الصدر سلامة اصحاب الصدور السليمة هم من علينا زيد شكون يزيد شي واحد اخر زيد شكون يزيد وحده هذا قال 10 سلامات الصدر قوله اللي زدتها زياد تربح حافظي على هذا كبر واذكر واقرا القران وصمت يوم التاس هذا الشيء كل شيء واسمه زيادة على زيادة على الربح تصوم عرفة عندك عامين هذه زيادة صحي لا ضيعت الإساس وبقيت تكتفي بالصيام راك ضيعت الإساس بنيت على غير أساس
والله تعالى أعلى وأعلم. وأستسمحكم على هذه الإطالة واستغفر الله استغفر الله استغفر الله. والله يثبتنا ويستر فضائحنا، والله يجعل لي القناة هنا القناة قدام حبيبنا رسول الله. وصلى الله على حبيبنا محمد.